الحلقة 20 من تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الانفطار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بما تمتاز سورة الانفطار عن سور القرآن، عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا الشمس انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقلنا الثلاث صور دول كل صورة بتتكلم في حاجة: التكوير، أهوال يوم القيامة وكيف نجا منها الناس، الانفطار، أهوال يوم القيامة وكيف هلكت وأسباب هلاك الناس فيها وعلاج هذه الأسباب، وإذا السماء انشقت مصير من نجا ومن هلك، مصير الناس بعد أهوال يوم القيامة ومصير الناس بعدها. طيب ايه موضوعات الصورة؟ الصورة بتاعت الانفطار بتتكون من موضوعين: مشكلة كبرى ستواجه الانسان وهي اهوال يوم القيامة. الموضوع التاني: سبب هلاك الناس اللي هو الغرور وعلاج هذا السبب. طيب الصورة تبدأ باهوال يوم القيامة: اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت. اذا السماء انفطرت، الانسان عندما يقف في الحشر ينظر إلى السماء فيجدها اللون الأزرق راح وتحول إلى الأحمر، وتشققت السماء فكانت أبوابا تنزل منها ملائكة الحساب، كده ما يقدرش يهرب في السماء. طيب يقول لك: طب السماء دي فيها كواكب، وإذا الكواكب انتثرت، جميع كواكب السماء ونجومها تساقطت وتفرقت. طيب يقول لك: طب أجري في البحر، أركب أي بحر، حاجة في البحر وأركب. وإذا البحار فجرت، يذهب إلى البحر فيجده قد اشتعل نارا هائلة لا يتصور مداها، لأن البحر هيحصل فيه اندماج بين ذرتين الهيدروجين اللي فيه، فتطلع طاقة هائلة تشبه طاقة الشمس تماما، وتزداد هولا إن فيه ذرة أكسجين ستساعد على الاشتعال. فده من آيات الإعجاز العلمي، إن البحر ممكن يتحول إلى نيران. طب إيه اللي حوله؟ إد الشمس فوقيه، الشمس فوق رؤوس الناس على بعد ميل، وهي الشمس مليئة بالتفاعلات النووية بين ذرات الهيدروجين. طيب واحد يقول: طب افحر حتة وادخل تحت الارض بقى، ما هو السماء كده اتقفلت والبحار اتقفلت. واذا القبور بعثرت، هيلاقي الارض كلها بتطلع بس مفيش ادخال. القبور بعثرت اي القبور بعثرت الذين الموتى بداخلها وأخرجتهم من أسفلها إلى أعلاها، فخرج كل ما بها، ما بقاش مخرج غير أنه يقف ويستنى الحساب. ساعتها بقى علمت نفس ما قدمت وأخرت، النفس هتعرف ما قدمت من حسنات وما أخرت من صدقات جارية، وتعلم ما قدمت من سيئات وما أخرت من سيئات جارية. يعني اللي بيشرب سجاير هيعرف السجاير دي سيئاتها قد ايه. وبعد كده الناس اللي علمهم شرب السجاير وتعلموا عشان هو شرب قدامهم، هيلاقي كل السجاير اللي شربوها في ميزان سيئاته. فاللي قدموا السجاير، واللي اخروا الناس اللي علموا وفضلوا يشربوا سجاير وطلعوا اجيال ولا اجيال تشرب سجاير. طيب ده اهوال يوم القيامة، تقف لا انت عارف تطلع في السماء ولا البحر ولا تدخل الارض، وعمال وتعلم السيئات اللي انت عملتها والسيئات اللي انت تسببت فيها، قاعد مرعوب ولا مهرب لك. طيب ايه اللي خلى الانسان يهلك في هذا اليوم ويوصل لهذه المرحلة؟ الغرور. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، يا ايها الانسان العاصي، اي شيء جعل الرجاء غالبا عليك وجعل خوفك رقيق فجعلك مغرورا تظن أن الله تعالى سيدخلك الجنة ويبعدك عن النار. فقال عمر: ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: الجهل، أي جهل العقوبة هو اللي غره بربه الكريم. يبقى ما هلك الناس في هذا اليوم إلا بالغرور، اغتروا في رحمة ربنا وظنوا أن رحمة ربنا ستنالهم فاغتروا. طيب الغرور ده بيجي منين؟ الغرور ده بيجي من اربع حاجات: واحد يقول لن ابعث فيغتر ويعمل سيئات، ما كده كان مش هبعث ولا حاسب. واحد يقول لك انا لو بعثت
وعقف بين يدي الله تعالى سأطعن في الشهود الموجودين، سأنكر الجرائم دي وأطعن في الشهود وانجا. واحد تاني مغرور يقول ولو حتى أدنت أمام الله تعالى سينفذ الحكم بعد فترة طويلة. واحد تاني يقول ولو نفذ الحكم سأجد من يخرجني من الصالحين، عندي ابن أخويا خاتم القرآن والشيخ فلان يتعشى عندي وعندي فلان كويس والناس دي مش هتسيبني أخش النار. يبقى أسباب الغرور أربعة: اعتقاد عدم البعث، اعتقاد النجاة بالطعن بالكذب والطعن بالشهود، اعتقاد أن الفترة طويلة عبال ما تنفيذ الأحكام، واعتقاد أن الشفعاء ومن قرايبه ونسايبه وولاده هيشفعوا له. وده كله ده غرور. طب ازاي نعالج اول سبب من اسباب الغرور انه لن يبعث؟ قال الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، ده دليل ان انت ستبعث، انه خلقك انسان فسواك اي جعلك خلقا سويا لك ايدين ورجلين، فعدلك جعلك تقف. كل الكائنات بتمشي منكفئة على اربعة والانسان بيمشي على اتنين. في أي صورة ما شاء ركبك، وبعدين جعل شبهك، ممكن يركبك على صورة أبوك وممكن فتكون شبهه، وممكن ربنا يركبك على صورة أمك فتكون شبهها، أو ممكن يركبك على صورة عم أو خال تكون شبهها، أو ممكن يجعلك خليط بين كل دول. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا أي لا شيء يغرك، أوعى تقول مش هبعث، كلا لا تغتر، فإنه عذب أقوام في الدنيا بمعاصيه، بل تكذبون بالدين، بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي إن أنت بتكذب في قلبك بالمعاد والجزاء والحساب. هو ده السبب الرئيسي إن أنت بتقول أنا مش هتحاسب. طب وإيه الدليل أنك تحاسب وتبعث؟ إن ربنا خلقك، واللي خلقك يسواك كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى السبب الأول التكذيب بالدين، وده علاجه إن تفتكر اللي خلقك مرة هيخلقك تاني. طيب السبب التاني إن يقول لو بعثت أنا أطعن في الشهود وعجزب. الكلام ده الرد عليه وإن عليكم لحافظين. ربنا أكدها بكذا مؤكد، أول مؤكد إن، ومؤكد الثاني تقديم الجر والمجرور، والمؤكد الثالث بلام وإن عليكم لحافظين. وعلى دي بتفيد التسلط، يعني الحافظ ده متسلط عليك. يبقى استحضار الحافظين، فاحذر التكذيب القلبي لأن دول حافظ. فإن عليكم لحافظين لم يترك عملا من عاملك من أعمالك إلا حفظه ولو كان مثقال ذرة. ولو طعنت ان هم ممكن يكونوا افتروا عليك هيترد عليك يقول لك دول كرام لا ياخذون شرفاء امناء لا يقبرون رشوه ولا يكذبون. ولو قلت ان الناس دي نسوا هقول لك الناس دي لا ينسون. لماذا؟ لانهم لا يعتمدون على حفظهم فقط بل يحفظون بالتدوين والكتابه فلا يزيدون فيه ولا ينقصون. يبقى ده العلاج التاني للسبب التاني الغرور، ان انا اطعن ما تقدرش تطعن فيهم في رشوة وكذب لانهم مكرام، ولا تطعن في انهم ينسوا عشان هم كاتبين. دول سببين من اسباب الغرور اللي ضيعوا الناس وعلاجهم. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم.